الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المقطع السابع من مقدمة إلى السلاسل الزمنية، وفيه سنتعلم كيفية قياس المركبة الموسمية وإزالة الموسمية أو إزالة الأثر الموسمي. This is part number 7 of seasonal components of a time series and de-seasonalization. يعني إزالة الأثر الموسمي. De-seasonalization. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. قدمنا في المقاطع الستة الأولى المبادئ الأساسية للسلاسل الزمنية. مكوناتها مثل مركبة الاتجاه ما يسمى trend component، نختصرها بالحرف T، والمركبة الدورانية نسميها cyclical component اللي نختصرها بالحرف C، والمركبة الموسمية أو ما يسمى seasonal component اللي هي راح تكون يعني مركز حديثنا الآن، هي والtrend component طبعا نختصرها بالحرف S، ومركبة الخطأ العشوائي error components E، أو نفس يعني الشيء نفسه هنا أو ما تسمى المركبة غير المنتظمة irregular component مرات باختصار بالحرف I. لكن معظم الكتب أو يعني أدبيات السلاسل الزمنية تستخدم حرف E اختصارا لـ error components. وشرحنا كذلك الأمر في أحد مقاطع اختبارات ديكي فولر أو ديكي فولر تسلا ما يسمى باستقرار السلسلة الزمنية، وشرحنا دالة الارتباط الذاتي ودالة الارتباط الذاتي الجزئي. إن شاء الله سنتعلم في هذا المقطع كيف نقدر ما يسمى بالمركب الموسمي وإزالة الأثر الموسمي منها. ذكرنا بأن الصيغة التقليدية للسلسلة الزمنية تأخذ أحد الأشكال الآتي. هذه الأشكال اللي هي نفترض بأن السلسلة الزمنية W sub T تساوي trend component مضروب في seasonal component مضروب في cyclical component مضروب في error، أو مركبة الاتجاه مضروب في المركب الموسمية المركب الدورانية ومضروب بالأخير بالمركبة اللي هي الخطأ العشوائي. الآن هناك صيغة أخرى رقم 2 اللي هي السلسلة الزمنية WT تكون من حاصل ضرب المركبة مركبة الاتجاه المركبة الموسمية ومركبة الخطأ، كلياتها مضروبة. هاتان الصيغتان الأولى والثانية بنسموها احنا multiplicative form أو صيغة ضربية. أما الصيغة الثالثة فهي الصيغة الجمعية additive form. الصيغة الجمعية اللي هي السلسلة الزمنية W sub T تتكون من حاصل جمع، ليس حاصل ضرب، حاصل جمع. الآن مركبة الاتجاه مجموعة أو ما يجمع إلها الآن المركبة الموسمية ثم المركبة الدورانية وأخيرا المركبة الخطأ. لكن ليس من المستغرب أن تأخذ السلسلة شكلا فريدا، مثل أنها فقط تتكون من خطأ ومركبة موسمية، وهذا الذي سنتعامل معه. يعني بمعنى آخر إما حاصل ضرب أو حاصل جمع هنا، وهذا ما سنتعامل معه في هذا المقطع. أي فقط لن نتحدث عن السيكريكال هنا، سنتحدث عن السيزونال، وسأتطرق بآخر المقطع إلى كيفية تقدير الترند بواسطة المربعات الصورة الارتيادية. نتابع. إذن أرجو الرجوع إلى المقاطع الست الأولى أحبتي حتى تتمكنوا من يعني فهم المبادئ الأولية. نتابع. نتعلم في هذا المقطع كما ذكرت كيف نحسب خطوة 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 بخطوة، وأرجو الانتباه، نحسب المركب الموسمية أو ما يسمى seasonal components ومركبة الاتجاه كما ذكرت في آخر المقطع، ثم نتعلم يعني قبل مركبة الاتجاه كيف نزيل الأثر الموسمي، إزالته أو de-seasonalization من السلسلة الزمنية مع مثال كمي. طبعا لا يمكن أن يعني الطلبة يدركوا ويفهموا هذه الأشياء من غير أرقام، وإن شاء الله اخترت يعني بيانات حقيقية. لدينا البيانات الشهرية الآتية، وهي بيانات حقيقية عن عرض النقد عين 1 أم أن يسموه اللي هو عرض النقد من بالمفهوم الضيق، من قاعدة بيانات المصرف أو ما يسمى البنك المركزي الأردني لعام 2017 ل 2020 فقط. 2017 2018 2019 2020 أربع سنوات، لكن شهرية بتضرب 12 بيطلع 48 شهر. لكن المفاجأة هنا أنه سنحولها إلى بيانات ربعية. الآن هذه البيانات، هذه الآن الأشهر 12 من سنة 2017. تي طبعا نرمز لها طبعا هنا 1 2 3 4 وهكذا حتى ننتهي من آخر شهر في السنة.
هذا جانيوري فبراير مارش حتى ننتهي بديسمبر 2017 شهر 12. فانتقلنا إلى السنة الثانية نعطيها نفس الكودينج، ثم السنة الثالثة، ثم السنة الرابعة. هاي الآن بيانات شهرية، لكن ميزت أنا آخر كل فصل يعني the end of the quarter باللون البني حتى أنبه أحبة الطلاب المتابعين لشيء معين، وهو كيف نحولها أو نستخدم ما يسمى البيانات الربعية. هذا الآن نهاية الربع الأول، نهاية الربع الثاني هنا، نهاية الربع الثالث هنا، وأخيرا نهاية الربع الرابع اللي هو نهاية ديسمبر 2017، ثم طبعا بتكرر 18-19 نهاية الربع الرابع هنا. الآن نستطيع التعامل مع البيانات الشهرية، لكن من أجل تقليل مدى الشرح نختار قيمة آخر، قيمة آخر شهر في الفصول الأول والثاني والثالث والرابع لكل سنة باعتبارها بيانات ربعية، وهي الآن هي الآن هذه البيانات الربعية، يعني هذه آخر شهر 3 من سنة 2017، هذه هي نهاية آخر شهر 6، آخر شهر 9، آخر شهر 12. إذن الربع الأول الثاني الثالث الرابع، ثم الربع يعني طبعا الكودينج هنا الربع الأول الثاني الثالث الرابع، ثم سنة 2018 الربع الأول الثاني الثالث الرابع. لاحظوا بس أعطيتها ترميز متسلسل من 1 إلى 16، إذن عندي هناك 16 ربعا، هذه نهاية كل ربع كم كان عرض النقد بالمفهوم الضيق عنوان. الخطوة الثانية الآن بعد ما حولنا البيانات إلى ربعية، نقوم بحساب الوسط المتحرك أو واو ميم سميها moving average. moving average لأربع فترات، يعني كيف الآلة المقصود فيها أربع فترات، ذكرت في مقطع سابق عن الأوساط المتحركة وكيف نحسبها. الآن نجمع أول أربع أرقام، أربعة أرقام أو أربع كميات، هذه الكمية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، بيطلع عندي يعني النتيجة بتكون قيمة الوسط المتحرك للقيم الأربعة الأولى، ثم الأربعة الثانيات نبدأ من هنا الثانية هاي 1 2 3 4، ثم الأربعة الثالثات اللي هي نبدأ من هنا الثالثة هاي 1 2 3 4، إذن الأربعة تتداخل مع بعضها البعض وبالتالي نحصل على ما يسمى بالوسط المتحرك، هذه قيمه. لاحظوا إنه 16 خسرنا الآن 3 قيم. ونركز الآن، يعني مهم جدا حبيب الطالب والمتابع أن تنتبه الآن لماذا وضعت هذا العمود في هذا الموقع. لاحظوا الآن هنا هذه تدل على أنه القيمة الأولى الوسط المحرك وضعتها بين الربع الثالث والربع الرابع من السنة الأولى، لأننا خسرنا مشاهدة في الأخير ومشاهدتين في الأعلى. فأرجو الانتباه الآن، لأن كمان السبب أنه عندي عدد زوجي من الأربعة يعني 16 ربعا، وبالتالي مضطر الآن أن أضع القيمة الأولى الوسط المتحرك بين الربع الثالث والربع الرابع. وسنتعلم بعد يعني بعد إن شاء الله مقطعين ثلاثة أهمية المحافظة على ترتيب البيانات. الآن إذن هذا الوسط يعني هذا متوسط القيم الأربعة الأولى، هذا متوسط قيم الأربعة الثانية، يعني نبدأ الآن الثانية هذه الأولى الثانية الثالثة الرابعة، ثم هذه الثالثة الرابعة الخامسة السادسة وهكذا. فهذه قيم الوسط المتحرك لأربع فترات. الآن الخطوة الثالثة نقوم بحساب مركز الوسط المتحرك، ما يسمى center moving average، واو ميم واو ميم عفوا. كيف الآن نحسب وسط القيمتين الأوليتين، هذه القيمة وهذه القيمة، ثم الوسط للقيمتين الثانيتين، هذه القيمة وهذه القيمة، ثم هذه القيمة وهذه القيمة، كذلك الأمر بصير تداخل. لكن الجميل في هذا أنه ينتج هذه القيم، فبتكون عندي خسرت كمان مشاهدة إضافية، لكن مركز هذه القيم يعني مركز هاتين القيمتين، هذه مركز هاتين القيمتين القيمة الثانية، مركز القيم القيمتين الثالثتين هذه القيمة وهكذا. هذه الآن بتكون مقابل القيمة الثالثة مشان يعني يكون لها مرجعية. هذه الآن القيمة الأولى في الوسط المحرك، لأن أصل الأرقام هنا أو الكميات زوجية، الأربعة زوجية، وبالتالي بكون عندي الآن الوسط المتحرك المركزي أو مركز الوسط المتحرك هنا مقابل القيمة الثالثة. مهم جدا، ها لاحظوا لي هذه وضعتها حتى أميز الرقم الربع الثالث هنا مقابل هذه القيمة أو هذه القيمة مقابل الربع الثالث. الآن نتابع
البيانات إلى هذه اللحظة هذه هي البيانات. ثاني مرة حتى أذكر أحبة الطلبة والمتابعين، الآن خطوة رابعة نقوم بقسمة عين ون، لكن بالقيمة اللي هي يعني مقابل القيمة المتوافرة اللي هي قيمة عين ون في الربع الثالث كما ذكرت على المركز الوسط المتحرك، هذه القيمة، فتكون النتيجة كما يلي. لاحظوا الآن هذه القيمة قسموها على هذه القيمة تنتج هذه، بعدين ثم القيمة الرابعة هذه مقسمة على القيمة الثانية هنا هذه القيمة، وهكذا فبطلع عندي ما يسمى المؤشر الموسمي. هذا هو المؤشر الموسمي. إذا تعلمنا إلى هذه اللحظة كيف نحسب الآن مركز الوسط المتحرك، أول شيء حسبنا ما الوسط المتحرك لأربع فترات، ثم مركز كل قيمتين هنا اللي هو يعني متوسطهم، هذه مركز الوسط المتحرك بسمي Center Moving Average، ثم قسمنا الآن المتغير الذي يعني نحن الآن معنيين فيه اللي هو عرض النقد للأرباع الستة عشر المبينة هنا سنة 2017-18-20، كل قيمة هنا، لكن قيمة متوفر الأولى هنا هذه قسمناها على هذه لتنتج ما يسمى بالseasonal index أو indices جمعها، فهذه القيمة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. لكن أذكر بأن هذه القيمة عندما تقسم هنا على هذه القيمة تعطيني هذه القيمة، قيمة الثانية على الثانية طبعا هنا طبعا الثانية اللي هي الرابعة هنا، هذه على هذه تعطينا هذه، وهكذا نكرر للبقية. فتذكروا هذه القيمة تنتج هنا، تذكروا أن هذه القيمة الأخيرة هي ما تسمى المؤشر الموسمي Seasonal Index جمعها Indices اللي هي المؤشرات الموسمية، وهذه هي طبعا ثاني مرة Seasonal Indices، هذا المؤشر الأول الثاني الثالث الرابع. فلدي الآن 14 مؤشرا. نتابع النتائج والبيانات حتى هذه اللحظة، هذه الآن البيانات، لاحظوا لي السنوات، الأرباع، الترميز 16 ربعا، قيم اللي هو عرض النقل من مفهوم الضيق لكل الأرباع لكل ربع، ثم الوسط المتحرك كيف حسبناه، ومركز الوسط المتحرك، ثم المؤشرات الموسمية. الآن الخطوة الخامسة نقوم بحساب متوسط المؤشر الموسمي. هنا أبدأ بالربع الأول، لاحظوا لي أنه الربع الأول ليس هناك مؤشر موسمي ولا الربع الثاني، في الربع الثالث الرابع بعدين تبع الربع الأول الثاني الثالث الرابع ثم الأول والثاني والثالث وهكذا. فبختار أول ربع الأول، يعني لاحظوا لي هنا ليس هناك قيمة للربع الأول وليس هناك قيمة للربع الثاني، فبختار أول ربع هنا هذه القيمة، هذه أبدأ بهذه الأولى، ثم أذهب إلى الربع الأول في السنة 18 هذه القيمة، إذا بجمع هذه القيمة مع هذه القيمة، ثم آخر اللي هي الربع الأول في القيمة يعني الربع الأول هنا هذه القيمة، بجمع هذه ثم هذه ثم هذه حتى تعطينا متوسط القيم. ثم الآن هاي يعني سأبينها إن شاء الله في جدول بسيط جدا، خلينا هذا هو الجدول. الآن هذه القيمة متوسط الربع الأول لكل السنوات، لاحظوا هنا ليس هنا ربع أول ليس له قيمة، والثاني الربع الثاني ليس له قيمة، وهنا الربع الثالث ليس له قيمة، والربع الرابع ليس له قيمة، فهنا فقط هو متوسط ثلاث قيم، هي الآن الأولى هذه القيمة هذه، أرجو أن يكون معك كل واحد آلي حاسبة حتى تتأكدوا، حاصل جمع هذه ثم حاصل يعني زائد هاي يضاف إلى هذه ثم هذه القيمة بكون متوسطا هذه. الآن الربع الثاني كذلك الأمر، ليس هناك ربع ثاني في الأول، فنبدأ بالربع الثاني في السنة الثانية اللي هي 2018 هذه القيمة ثم هذه القيمة، لاحظوا لي مقابل الربع الثاني هذه القيمة ثم هذه القيمة هنا هذه القيمة، فبيطلع متوسطهم هذه القيمة، وأخيرا الأرباع يعني الثالث والرابع، لاحظوا اللي بدينا من هنا، إذن هذه القيمة اللي هي مقابل الربع الثالث،
ثم أضفنا لها هذه القيمة، ثم هذه القيمة، هذه الآن، لكن ليس هنا قيمة، إذن ثلاث قيم هذه، والربع الأخير اللي هو الربع الرابع، هذه القيمة مضاف إلها هذه القيمة، لاحظوا لي مقابل الرابع هنا، وأخيرا ليس هناك ربع، فبتكون هذه القيمة تبعتها. إذن هذا متوسط الأرباع الأربعة. هذه ستكرر الآن مقابل كل قيم عين 1. لاحظوا لي كيف الآن يكرر متوسط المؤشر الموسمي لكل فصل الفصول الأربعة حسب العام كما يلي. لاحظوا لي الآن هنا هذه القيمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لاحظوا لي تكرر هنا مقابل كل ربع من الأربعة. هذه الآن هذه تشبه هذه، والثانية تشبه الثانية، والثالثة تشبه الثالثة، والرابعة تشبه الرابعة، ثم تكرر ثاني مرة الآن، هذه تشبه الخامسة، ثم السادسة، وهكذا. لاحظوا لي الآن فحصلت على متوسط المؤشر الموسمي لكل السنوات، لكل الأربع، يعني عفوا طبعا 16 ربعا للسنوات الأربع 2017-18-19، وبالتالي حصلت على أني كررتها لكل الأربع. هذه الآن سأستفيد منها كيف؟ نروح على الخطوة السابعة، النتائج إلى هذه اللحظة، هذا اللي حصلناه. الآن نقوم بإزالة الأثر الموسمي، كيف؟ دي سيزونالايزيشن من السلسلة عين 1، بقسمة عين 1 الآن أقسم هذه القيم على متوسط المؤشر الموسمي. عندي الآن هذه القيمة الأولى على الأولى مقابلها، قيمة الثانية على القيمة الثانية مقابلها، قيمة الثالثة، وهكذا حتى أنتهي من كل، فبكون النتيجة كما يلي. الآن هذه عين 1 منزوعة الموسمية، دي سيزونالايزد ام 1 او عين 1 منزوعة الموسمية، هذه قيمها التي حصلنا عليها. هذه الخطوة السابعة مهم جدا، فأرجو الرجوع يعني للمقطع من بدايته يعني وتكرار المشاهدة حتى تتمكنوا من كيفية حسابه إن شاء الله، وسأقدم لاحقا في مقطع آخر بواسطة الإكسل بإذن الله، برنامج الإكسل على المايكروسوفت. نتابع الآن، نقوم في هذه الخطوة بحساب مركبة الاتجاه كما ذكرته بطريقة تختلف عن الطرق التي ذكرناها في المقطع الثاني حول قياس مركبة الاتجاه. الطريقة اللي نستخدمها هنا هي طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية. قدمت في المقطع الأول والثاني المركبات، ثم المقطع الثاني قدمت كيفية قياس مركبة الاتجاه بواسطة ما يسمى اليد الحرة وأشباه المتوسطات وما يسمى المصفي الخطي وما شابه. أما الآن سأقيس مركبة الاتجاه بواسطة مربعات صغرى اعتيادية كما هي بانحدار الآن، يعني to regress الآن، عين واحد منزوعة الأثر على متغير الزمن تي، أي انحدار الآن هذه على المتغير تي، فكانت النتيجة كما يلي. هذه النتيجة M1 تقديري تساوي 9587.55، أخذت كل القناه الممكنة، زائد طبعا 112.1799427 مضروب في التي، يعني عملت regression، I regress this variable باعتباره هو يعني عين واحد يعتمد على الزمن، أوكي، بس منزوع الموسمية، فكانت النتيجة هذه النتيجة. وبالتالي هنا الاتجاه كان طبعا لما قدرنا يعني عملنا الآن معادلة انحدار هذا المتغير على هذا المتغير، لاحظوا ذكرته هنا، كانت القيم يعني عندما عوضنا الآن كانت النتيجة هكذا، فنعوض عن الزمن 1 2 3 4 إلى 16، بتكون هذه قيم الاتجاه، هذه القيم اللي يعني عندما نعوض عن تي في هذه المعادلة. آخر شيء أبينه هنا هو التنبؤ بواسطة، أو قبل الشيء قبل الأخير، بواسطة معادلة الاتجاه. لاحظوا الآن كل البيانات موجودة هنا، السنوات الأرباع الزمن، لكن لاحظوا لي 16 اللي هي المتوافرة، أريد أن أتنبأ الآن بالربع 17-18-19-20، يعني كل سنوات 2021، هل أستطيع أن أتنبأ بواسطة هذه الطريقة بخلال الاتجاه؟ فميزتها باللون الأحمر الغامق هنا، هذه الآن منزوعة الاتجاه هنا، عفوا منزوعة الموسمية هنا، معادلة الاتجاه. الآن عندما أعوض، عندما كررت الآن قيم متوسط المؤشر الموسمي للسنوات الأربعة في السنة 21، عوضناها
وثم وضعنا هذه القيمة نتجت عندي هذه الآن القيم المقدرة. المقدرة طبعا راجعت أنا للأمانة حتى أكون صادق وأمين علميا، راجعت قاعدة البيانات حتى أتأكد، فكان خطأ يعني هناك خطأ ب 20 مليون 50 مليون في بعضها، وإن شاء الله طبعا بالمستقبل راح نبين يعني كيف نكون أكثر دقة، لكن يعني أردت من هذا المقطع أن أبين كيف نقوم بحساب مركبة المركبة الموسمية وإزالة الأثر الموسمي منها، أو ما يسمى دي سيزوناليزيشن منها. آخر شيء اللي هو التمثيل البياني، هذه عين 1، هذه الآن عين 1 بدون أثر موسمي لكن حطينا عليها مركبة الاتجاه، وهذه الآن عين 1 والوسط المتحرك لها. لاحظوا لي كيف الوسط المتحرك، يعني يمكن لنا أن نتنبأ بعين 1 من خلال الوسط المتحرك اللي هو المركزي بهذه الحالة. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي الطلبة جميعا حيثما كنتم، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.